التمريض وأفتخر، شعار أطلقه هيئة التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، ليؤكدوا بأنهم قادرون على التحدي والمواجهة وتقديم رسالتهم الإنسانية لرعاية المرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أنا مشرفة التمريض مستشفى جامعة المنصورة بالعيادات الخارجية. كل الموارد الطبية اللي احنا محتاجينها في المستشفى متوفرة، من مسكات لمطهرات، واحنا موجودين بكامل قوتنا بالعيادات لخدمة المرضى في أي وقت يعني. فياريت الناس كلها تتطمن، فاحنا على تم الاستعداد لاستقبال حالات للكشف او الحالات الطارئه. اخصائي تمريض بعنايه جراحه مخ واعصاب مستشفى المنصوره الجامعيه، احنا مستمرين في العمل لحد الان عشان خدمه اهالينا وخدمه المرضى، وحتى في الظروف الاستثنائيه اللي تمر بها البلاد لو حصل اي حاجه احنا مستمرين في العمل. انا مس اسماء مشرف، مس المرور المسؤوله عن مكافحه العدوى في مستشفى الطوارئ، واحنا مستعدين لاي ظروف ممكن تحصل ان شاء الله وتجد، و مستمرين ان شاء الله في العمل ومفيش اي مشاكل في المستشفى. حكيمه في بنك الدم مستشفى الاطفال، احنا اكتر ناس بتتعامل مع الناس اللي جايه من بره يتبرعوا لعيالهم، ومتبرعين كتير من كل مكان الحمد لله بفضل الله. بعد كل متبرع تعائم النار، والله بجد انا مش بقول كلام، وربنا يعلم. وتعالوا شوفوا عندنا، اللي مش مصدق يجي يشوف. دكتورة غالية المغازي، مسؤولة الجودة بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية. طبعا المركز موفر كل البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت من فيس ماسك، آي جوجلز، جاونز، جلوفز لكل الفريق الطبي اللي بيتعامل مع المريض، وأيضا موفر برضو الفيس ماسك بالنسبة للمريض، وكمان الهاند سانيتايزر وبالنسبة للفريق الطبي. وإحنا كلنا بنشتغل كفريق متكامل في ظل هذه الظروف الاستثنائية. أنا مس داليا فتحي الدير، عضو فريق مكافحة العدوى مركز طب جراحة العيون جامعة المنصورة، واحنا هنا شغالين عشان خاطر نخدم المرضى وعشان نقدم رسالتنا وما نتأخرش عن اي مريض. ولو طلبونا ان احنا نروح مستشفى الجامعة ونروح لغرف العزل والحجر الصحي، احنا مستعدين نفدي مصر برقبتنا. انا ذات المحاسن، شغالة في مركز طب جراحة العيون اسمه مكافحة العدوى. احنا الحمد لله المركز بيواجه الفيروس كويس جدا بارشادات كويسه. اي مريض وهو داخل المركز بنقيس له الحراره، اي مريض داخل معانا بجهاز قياس الحراره عن بعد، في موجود معانا جهاز تشبع الاكسجين في الدم، بقيس له الاكسجين اشوف النسبه بتاعته قد ايه، وباخد الاحتياطات بتاعتي برده كمكافحه عدوى موجوده معانا. حسناء فتحي الديب، فني تمريض مستشفى البطنه التخصصي عنايه الكبد المتوسط. اتمنى 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 ان الكل يحافظ على نفسه، خصوصا بالاخص اللي في مجال مهنتنا التمريضيه، من مجال من اكتر الاهم اكتر الاشياء الحاجات المهمه جدا. انا هغسل ايدي ابسط الاشياء، واحنا في اماكننا وان شاء الله راح يستمر في طريقنا، وباذن الله باذن الله هيكون في كل مكان تمريض باذن الله. وفي النهايه اقول تمريض وافتخر.